أكيد أنا بتابع الدراما المصرية وهي دائما حاضرة عندنا في فلسطين، احنا متابعينها، نحب مصر وشعب مصر، نحب الدراما المصرية. أكيد يعني في عندك مسلسل اللي هو جعفر اللي هو العمدة الجديد اللي حاليا نازل في شهر رمضان، وما شاء الله شيء حلو وجميل. يعني بتتفرج على التلفزيون على الدراما المصرية اللي بتحكي عن قضايا مجتمعية، القضايا اللي احنا بنعيشها بالفعل بشكل يومي في جميع الوطن العربي. بصراحة يعني احنا بنشيد بشكل كبير في الدراما المصرية. الدراما المصرية هي جزء من حياتنا. مسلسل الاختيار كان من افضل المسلسلات اللي احنا شفناها، اللي بيعبرنا عن الجيش العربي المصري، جيش اللي هو خير اجناد الارض. الدراما هذه يعني بتعبر عن مثلا واقع المجتمع العربي، واقع المجتمع المصري، ممكن نعيش هذا الدراما بتعبرها عنا. انا بتابع الدراما المصريه كلها في الشهر الفضيل، شهر رمضان، زي جعفر العمده بنتابعه، ولا محمد رمضان، وزي هدول